شيء بالنسبة لنا، يعني هو أنه حافظنا على النواة الأساسية والصلبة اللي حققت الصعود الموسم المنصرم. كان لابد من تعزيز الفريق ببعض العناصر، لأنه غادرنا واحد العدد يعني من لاعبين مكرهين، كانت عندهم انتهاء عقود ولا حبوا أنه يشوفوا آفاق أخرى. بالنسبة لنا أهم شيء كان هو أنه نبدأ الموسم مبكرا، كان إكراه شأننا شأن ذلك جميع الفرق المغربية وشهر رمضان، اللي تنعرفوا أنه في الوقت اللي لازم نرفع من حدة التحضيرات خاصة البدنية، يعني ما يمكنش نضغطوا على اللاعبين أكثر من اللازم نظرا يعني للمعاناة اللي تعانوها في مستلزمات هذا الشهر المبارك. ولكن أهم شيء بالنسبة لنا هو أنه الفريق يعني أطرنا أن نحضر في مدينة مراكش اللي تنطفر فيها على الملعب ديالنا، اللي تكون دائما هو العائق الأكبر لما تنقلنا خارج المدينة. ويعني لعبنا بداية واحد العدد تاع المباريات اللي تنظن أنه المهم فيها هو الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين. التحضيرات ديالنا تتمر في أجواء الحمد لله جد جد جيدة، في واحد الدرجة عالية من الانضباط، ونتمنى أنه يعني اللاعبين ديالنا يستمروا في نفس النسق، لأنه كنعرفوا تنتظرنا إكراهات شوية صعبة، والقسم الوطني الأول فهو أصعب، ولكن الحمد لله كاينة ثقة لا في الجمهور ديالنا ولا في المسيرين ولا حتى في المجموعة من اللاعبين الشباب، اللي تيبان أنهم عندهم واحد الحماس وعندهم واحد الروح. نتمنى أنهم يكونوا عند حسن الجمهور المتتبعين تاع فريق مراكش. كان أول حاجة سبب الانتقاد ديالي كان عن طريق مجموعة من اللاعبين اللي هما عبد الرحيم السعيد المنتقي الحديث للفريق، في نفس الوقت هو زوج الأخت ديالي نصحني بالالتحاق بالفريق. صلاح السعيدي اللي هو لاعب فريق الجيش الملكي هو كان زميل ديالي في فريق السابق، نصحني باش ننتقل للفريق. بغض النظر على العلاقه اللي كتربطني بهشام معي خارج ارض الملعب، علاقه طيبه، استطاع انه يقنعني باش نلتحق بهذا الفريق الكبير. الافكار ديالو، الطموح ديالو، الخطط المستقبليه ديالو لهذا الفريق هذه. السعوديه كانت تمر في واحد الاجواء جد رائعه صراحه، من بيش الجمهور الرياضي المغربي، فما كنتش كنظن بلي الاجواء غتكون بهذا الشكل هذا داخل الفريق. اجواء حماسيه، مجموعه من اللاعبين عندهم واحد الامكانيات كبيره، كنحاولوا نركزوا على مجموعه من الامور اللي غادي نوقعوا فيها داخل المقابلات. فالطاقم التقني واعي بالمسؤوليه اللي عليه، حنا كلاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي علينا، نحاولوا ان شاء الله باش نكملوا في النتائج الايجابيه اللي حققها الفريق الموسم الفائت. نحاولوا نحققوا واحد النتائج اللي ترضي الجمهور المراكشي، لان الجمهور المراكشي ما يستحقش هذه المكانه اللي كان فيها الفريق، كيستحق انه يشوف الفريق ديالو كما كان من قبل، كيلعب على دور طلائعيه في البطوله، كيلعب على بطولات خارجيه. غادي نحاولوا ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ان شاء الله. في فرق من التحضيرات هنا يعني شويه قويه مقارنه بالتحضيرات دول الخليج، لان دول الخليج بلاعبين كثير في رمضان يعني ما يكون تمرن عاد، يعني في شويه احتراف مغرب على الخليج. انا الفرق بين الدوري المغربي والدوري الخليجي. وكيف هي التحضيرات يعني كيف شفت التحضيرات؟ ولا التحضيرات يعني ماشيين زين، يعني ان شاء الله بيكون موسم يعني في المستوى. التحضيرات مع الكابتن هشام يعني بيكون موسم زين. انت كلاعب يعني كمحترف، كان محترف بالدوري البحريني، رجعت للبطوله المغربيه، يعني علاش هذا الاختيار؟ لماذا اختيار الدوري المغربي بينما بعض اللاعبين المغاربه يفضلون العبور للدوريات الاوروبيه او دوريات الخليج؟ النادي الكوكب مراكش النادي تكونت فيه من يوم ما كان صغير، يعني ليا دين عليه، وحان الوقت اللي عرضت ليه الدين، عشان تجي اخترت نادي كوكب مراكش من النوادي غير الدوري المغربي. يعني انت قررت بعد ما اخذت تجربه بالدوري البحريني رجعت للكوكب، شنو الاضافه اللي لقيت في الكوكب بعد رجوع؟ لاني اول شيء دي مدينتي، يعني بيني وبين اهلي، يعني بتكون عندي امتيازات كثيره على يعني على الدوري البحريني وعايش البحرين. دي يعني لها دور كبير ويساعدني نتالق ثاني ويصير كما قلت يكون موسم زين بالنسبه لي. الدراسه مزيانه الحمد لله لحد الان، كنقوم في جو عائلي بين اللاعبين، وتقريبا الحمد لله كاع الدراري منسجمين بحال خوه، والحمد لله غنقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في البطوله ديال الموسم.